السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو بدنا نذكر ونستكمل تعليقات المتابعين ورايهم حول التشكيل المتوقع لنصور قاسيون المنتخب السوري تحت قياده المدرب نبيل معلول. كنا ذكرنا بالفيديو الاول بعض من تعليقات المتابعين ورايهم، هلا بدنا نستكمل باقي التعليقات ورايهم حول التشكيل المتوقع لنصور قاسيون. ايضا بدي اذكر تعليقات الجديده يلي كانت على الفيديو الاول. فأنا بتمنى منكم مثل كل مرة تتابعوا هذا الفيديو للأخير، شاركونا رأيكم ضمن قسم التعليقات، ولا تنسونا من اللايك حتى يوصل هذا الفيديو لجميع المتابعين. بتمنى أيضا دعم القنوات والأشخاص اللي شاركونا رأيهم بالفيديوهات السابقة بهذا الفيديو أيضا، وشكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم من جديد. صديقنا باسم حساب حسين عم بيختار بحراسة المرمى العالمي بخط الدفاع أحمد الصالح وعمرو ميداني وجويد مؤيد العجان. بخط الارتكاز عم يختار ميدو ومحمد المرمور. بالوسط عم يختار محمد عثمان، خليل الياس، عمر خريبين. وبخط الهجوم عمر السما. بالنسبة للبدلاء المواس والعثمان وخالد مبيض وعلاء الشبلي وفارس أرناؤوط وأحمد مدني. بالانتقال للتعليق الثاني والتشكيل الثاني باسم حساب مجد السوري بحراسة المرمى العالمي بالدفاع الجويد والميداني والأرناؤوط ومؤيد العجان. بالارتكاز كامل حميشي. بالوسط عم يختار محمد عثمان، محمود المواس. بخط الهجوم عم يختار عمر خريبين وعمر السومة. وخلف المهاجمين اللاعب أسامة العمري. وبالبدلاء أحمد الصالح والأشقر وخالد المبيض وحميد ميدو وقلفة وإياز عثمان وعبد الرحمن بركات وعبد الهادي شلحة وكامل كواي. والتعليق الثالث والتشكيل الثالث عم يختاره صديقنا باسم حساب نصور قاسيون لكأس العالم. بحراسة المرمى إبراهيم عالمة، بالدفاع الصالح والعجان وميداني وحسين الجويد. بالوسط عم يختار المرمور والعثمان ومحمود المواس وشادي الحملي وأسامة العمري. كرأس حربة اللاعب عمر السومة. بالانتقال للتعليق الرابع والتشكيل الرابع عم يختاره صديقنا محمد حمدان. الحارس إبراهيم عالمة، بالدفاع الميداني والأرناؤوط، على الأظهرة العجان وحسين جويد. بالارتكاز كامل حميشي. وبخط الوسط محمد عثمان، إياز عثمان. بالجناح اليمين محمود المواس، جناح يسار عمر خريبين، وقلب الهجوم عمر السومة. بالانتقال للتعليق التالي صديقنا باسم حساب منتخب ابن بلاد الشام. عم يختار بحراسة المرمى العالمة وجناح يمين الشبلي وقلب الدفاع الصالح والأرناؤوط، جناح يسار اللاعب مؤيد العجان. بخط الارتكاز عم يختار خالد مبيض. وقلب الوسط عم يختار محمد عثمان وجناح يمين عم يختار محمود المواز، جناح يسار عم يختار فهد اليوسف، وبالهجوم عمر السومة وعمر خريبين. والبدلاء عم يختار شادي الحمي ويوسف القلفة وحميد ميدو وخليل الياس وأحمد مدنية. بالانتقال للتعليق البعدي والتشكيل البعدي عم يختاره صديقنا أحمد. عم يختار بحراسة المرمى العالمة والعجان وأحمد الصالح والأرناؤوط والجويد. بخط الارتكاز عم يختار عمرو ميداني. عم يختار بخط الوسط زاهر ميداني وفهد اليوسف محمود المواس. بالهجوم عمر خريبين عمر السومة. عدكة البدلاء عم يختار مارديك مردكيان، كامل كواي، محمد مرمور، وورد السلامة، حسن أبو زينب وخالد كردغيل. بالنسبة للحراس عم يختار إما الحارس أحمد مدنية حارس فريق تشرين، أو حارس فريق الكرامة عبد اللطيف ناسان. صديقنا باسم حساب بلند باران عم يختار بحراسة المرمى إبراهيم علمة، بالدفاع العجان والميداني والأرناؤوط والجويد. بخط الوسط عم يختار محمد عثمان، إياز عثمان، خليل الياس، محمود المواس. وبالمقدمة عمر السومة وعمر خريبين. لدكة البدلاء عم يختار الصالح والأشقر وكواي وحميشي. وبحراسة المرمى كحارس ثاني عم يختار خالد إبراهيم. صديقنا باسم حساب مورتيوب عم يختار بحراسة المرمى العالمي بالدفاع الصالح والميداني والعجان والجويد. بالوسط عم يختار المواس والعثمانين. وبالهجوم أومري والخريبين وعمر السومة. صديقنا باسم حساب حكمة أبو ياسين عم يختار بوجهة نظره بحراسة المرمى العالمي بالدفاع الصالح والجويد والعجان وعمر ميداني. بخط الوسط عم يختار المواس والعثمانين ويوسف قلفة. وبالهجوم عمر السومة وعمر خريبين. بالانتقال للتشكيل البعد صديقنا باسم حساب علي عم يختار قائمة اللاعبين تتألف حراسة المرمى العالمي بالدفاع الميداني وحسين جويد والصالح. عم يختار بخط الوسط المبيض سيمون أمين، إياز عثمان، ورد السلامة، محمود المواس. بالمقدمة عمر السومة عمر خريبين. كانت هاي أبرز تعليقات المتابعين بالفيديو الماضي والفيديوهات السابقة. نحترم جميع آراء المتابعين. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السوري. ولا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى يوصلكم كل جديد. متابعة حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام، والانضمام لجروباتنا عبر تطبيق الواتساب. بتلاقوا جميع الروابط بالوصف أو بأول تعليق. شكرا لكم.